راح نشوف. مساء الخير. بخير صافا الحمد لله الحمد لله بارك الله فيك قمت بالعمل تاعك ولكن هذو هما اللي سجميتي الخلف دي زاكسيدون يصراو كنت في المجتمع لانه الشعب الجزائري كاع تابع لا فيديو خدمت خدمتك الحمد لله ولكن ان شاء الله الحمد لله الحمد لله راك لاباس الحمد لله il faut l'assister il faut le surveiller راكم ها je n'en doute pas هكذا ولا اكثر لانه الفعل اللي شفناه شفناه كان قادر يؤدي للموت ولا الكسر ولا العطب ولا كذا الحمد لله الحمد لله هذا واجب وجودي هنا رفقة السيد المدير العام للأمن الوطني لنطمئن على صحة الشاب الشرطي الذي أمس تعرض إلى فعل كيف أنه فعل إجرامي بأتم الكلمة الحمد لله نطمن عائلته ونطمن كذلك كل زملاء تاعو ونطمن كذلك المواطنين الذين كانوا بعشرات الآلاف يعني تعاطفوا مع الشاب الذي قام بالدور تاعو الفعل الذي قام به هذا المواطن اللي ماهو شاب 40 سنة يعني في عمره هو كان غلط يعني نتأسفوا له وهي ماهيش من عادات وتقاليد الشعب الجزائري الشعب بسيط الشعب يحب الخير إلى آخره.